السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجنا مجربات من الطب البديل، كونوا معنا. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن مرض أيضا شائع، الأولاد الصغار، الرجال، الشباب، موجود، أمراض الأذن، التهاب الأذن الوسطى أو الإذن الخارجية. هذه كلها من دلالاتها وعلاماتها الصديد الذي يخرج من الأذن أو القيح وممكن الدم. هذه لها عدة أسباب، ممكن خروج الصديد أو السائل أو الدم نتيجة لالتهاب في الأذن الخارجية، وممكن يكون في التهاب الأذن الوسطى، ممكن يكون في أكزيما في القناة السمعية، ممكن يكون في ثقب في طبلة الأذن، كل الاحتمالات واردة. مين ببين هذا الكلام؟ الفحص عند الطبيب. لكن هذا احنا بنعرف انه في بدايته بسبب ألم فظيع وصداع في الرأس وألم شديد جدا. شو بدنا نعمل عشان نخفف هذه الآلام وننهيها وممكن نعالج الحالة نهائيا لحد ما نروح نتأكد شو اللي عنا، نروح على الطبيب ونتأكد شو الموضوع اللي عنا بإذن. أولا هن طريقتين اللي احنا بنستخدمهم، طريقة زيت الزيتون وطريقة الثوم، لكن له طريقة مخصصة في الاستخدام. يعني كثير بيجوا ناس بنقطوا زيت الزيتون وبتلاقيه كل ساعة بنقط، ثاني يوم بنقط، بخرب إذنه وهو مش داري عن حاله. زيت الزيتون أولا منجيب ملعقتين من زيت الزيتون، بنطبخهن على نار هادية لحد ما يسخنن، ما بدنا نخليه يتأكسد بس تحت تسخين. بعدين بناخذهن هل زيت الزيتون هذا بناخذه بنحطه بسرنجة أو بقطارة، بننقط نقطتين مع التدليك الخفيف، مندلك بشكل خفيف الأذن لمدة دقيقة دقيقتين، نقطتين مش أكثر، وبتدلك فيها تدليك خفيف لمدة دقيقتين ثلاث مش أكثر. بعدين بتروح بتغسل إذنك بالماء الفاتر من الداخل والخارج، هذه بتستخدمها كل 4 أيام 5 أيام مرة واحدة، لا يصح لا يجوز يوميا، بتخرب إذنك بهذه الطريقة. هذه طريقة استخدام زيت الزيتون. الطريقة الثانية عشان نعالج البكتيريا إذا كان في عنا التهاب في الأذن، فيروسات، أي شيء. طبعا نسيت أقول لكم أنه زيت الزيتون بالطريقة هذه إذا كان في حشرة في الإذن ممكن يكون دخول حشرة السبب، بيخرجها، بتخرج بزيت الزيتون إن شاء الله. الآن كيف ممكن نستخدم الثوم؟ الثوم بنعرف أنه مضاد للالتهابات، إذا كان عندنا التهاب سواء في الأذن الخارجية أو الأذن الداخلية سيزول إن شاء الله، إذا كان عندنا تقرح سيزول إن شاء الله ويعالج. الطريقة كالتالي: إما بنأخذ فص ثوم بنقشره، بنقص راسه من هون، بنأخذ الجزء الرفيع منه، يعني بنقص من عند الجزء الرفيع وبنضعها في الإذن وبنثبتها وبننام عليها ليلة كاملة من المساء للصباح، بس احرص أنه تكون مثبتة بشكل جيد عشان ما تدخل داخل الإذن فص الثوم. إذا من المساء إلى الصباح. إذا كان في التهاب إن شاء الله يومين ثلاثة استمر على الطريقة تنتهي الموضوع. أيضا ننصح أنك تبلع بلع 3 فصوص ثوم صباحا، ابلع 3 فصوص ثوم لمدة 3-4 أيام إلى أن يزول الالتهاب. في طريقة أخرى لاستخدام الثوم اللي هي أنه نغليه، نطلع زيت الثوم. ممكن تشتري زيت الثوم جاهز، لكن عشان نضمن فاعلية زيت الثوم انه مغلي بطريقة صحيحة ومستخرج بطريقة صحيحة كما يجب، نأتي بزيت السمسم. زيت السمسم اخواني اللي هو الزيت اللي بكون على وجه علبة الطحينية، اذا بتعرفوها علبة الطحينية بكون عليها زيت يسمى السيرج او زيت السمسم، ممكن تشتري من عند المعاصر
المعصرة اللي بتبيع طحينية، بتلقاه عند العطار موجود. منجيب مقدار فنجان، خليني أوريكم كيف، يعني بمقدار كأس يعني نصف هذا من زيت السمسم، ومنجيب 3 فصوص ثوم منحطهم بزيت السمسم ومنحمصهم على نار إلى الإسوداد لحد ما تصير سودة، لحد ما خلاص زيت السمسم يأخذ كل المكونات الموجودة في هذا الثوم. بعدين بنصفيهن، بنصفي الزيت اللي ناتج، هذا يسمى زيت الثوم. الآن كيف نستخدمه؟ 4 قطرات من زيت الثوم بالسرنجة أو بالعصارة، بالسرنجة بتشتريها الإبرة هذه من عند الطبيب، بدون الإبرة نفسها فقط السرنجة البلاستيك، وبتقطر 3 نقط في الأذن المصابة وبتتركها داخل الإذن المصابة. هذه طريقتها، بنستمر عليها إن شاء الله 2-3 أيام إذا في التهاب بزول. الآن في طريقة ثانية للثوم، منجيب فنجان ماء بنحطه على الغلاية، منجيب 3 فصوص ثوم بنغليها وبنهرسها. أول إشي بدنا نهرس الثوم، بنحطه مع الماء، بنغليه مع الماء، بنرش عليه ملعقة ملح، رش عليها قليل من الملح. هذه العجين اللي صارت عنا بنحطها بقطعة قماش نظيفة وبنحطها بالإذن مدة لا تقل عن ساعة حتى يزول الألم نهائيا. فهذه هي الطرق الشرعية لاستخدام الثوم وكيف نطلع زيت ثوم. أنا هيك بطلع زيت الثوم من السمسم، دائما الغلي بزيت السمسم حتى تستخرج أي نوع. طبعا مش كل أنواع، مثلا زيت النعنع ما بنقدر نغلي بزيت السمسم، ما رح يعطيك زيت نعنع، عفوا النعنع ما بنقدر نغلي بزيت السمسم عشان يعطينا زيت نعنع، له طريقة خاصة بالتقطير. لكن هذه هي الطرق المعروفة اللي احنا بنشتغل عليها عشان نعالج التهاب الأذن الوسطى أو الأذن الخارجية. طبعا هذه المعلومة مش جديدة، هذه بيعرفوها كل الناس، بقول لك زيت زيتون وزيت الثوم أو الثوم نفسه معروفة، لكن طريقة استخدامهم خاطئة. طريقة استخدامهم خاطئة، أنا راح أشرح لكم إياها كتابة بالتفصيل، راح تلقوها في صندوق الوصف إن شاء الله. استمع للفيديو جيدا، إذا ما كنت مشترك في القناة يا ريت تشترك في قناتنا، تفعل الجرس، تعطينا إعجاب، تعليق، أي معلومة بتفيد الناس اكتب لنا إياها في التعليقات، خلي الناس تستفيد، أنا وإنت وجميع الناس. مثل ما بنعطي مجانا لوجه الله، يا ريت إذا عندك أي معلومة في خصوص هذا الموضوع اترك لنا إياها في التعليقات، بكون شاكر لكم. شكرا لكم، ونلتقي في حلقة جديدة في موعد آخر مع برنامجنا مجربات من الطب البديل.